إذا إخواني مازال مع إيمان. إيمان اللي حاولت باش دير واحد تجربة في حياتها. إيمان كانت شابة مثلها مثل جميع الشابات، كانت طموحة ولكن الأمر الواقع. من بعد ما إيمان كتب عليها الله أنها تطلق بدري، اختارت أنها تولي سائقة ديال هوندا. إيمان السلام عليكم. عليكم السلام سي العقاوي. إيمان دابا هنا اش كدير؟ أنا في العشية كنجي ندور على الكوارة باش إلا كاين شي واحد عنده شي خروف كنديه ليه. كنجي كنسالي من المارشي في الصباح، كنهبط للدار كنتغدى، كتوصل العشية كنطلع كندور على هكا الكوارة في السوق ديال القرية في نفس الجديدة في راكشيني. داك نلقيتني في الكوري ديال هذا كندور لي عنده شي حاجة كنديها له. كسدي كندي الخرفان. إيمان دابا عرفت نعرفوا بأن الطوموبيل عندك أنت الهوندا إيسانس. أمام الغلاء ديال ليسانس شنو هي المعاناه ديالك؟ ولا عاديه كتصوري نهارك اولا شي خطره ما كتصوريش نهارك؟ كاين نهار اللي ما كنخدمش فيه كاع سي العقاوي. كيفاش؟ كاين نهارات اللي ما كتحركش فيه كاع الهوندا، يعني واخا نوض مع 4 ديال الصباح وتوصل حتى ل 12 ما كتخدمش كاع، حيت رغم ذلك كاينه منافسه قويه مع الرجال. كيفاش؟ ماشي سهله، كاينه منافسه قويه. كنكون عندي الكليان غادي تنقول غادي نشارجي ليه، وانا متاكده غادي نشارجي ليه، تا كيجي واحد كيحيدو ليا كيديه. كيفاش ان الواحد تتكوني شاده النوبه وتيجي راجل؟ كيفاش كتكون شاد كليان بان غادي تمشي معاه، كيجي واحد كيديه لك من قدام عينك وانت كتشوف، كيجر الكروسه من عند الحمال وكيجرب كيدي الهوندا ديالو كيشارجيها وكيمشي ويخليك. حيت مرة. شنو هي المعاناه اللي كتعاني وانت الشيفوره ديال الهوندا؟ وتنعرفوا بان في الاسواق كيكون تتختلط الاجناس حتى في التربيه، حتى بعض الكلام النابي تيكون في الاسواق. كي كتعاملي انت معاه وانت كتقولي؟ وليت كنتعامل مني منهم. يعني كنحسب راسي بحالي بحال الرجال، ما كاينش الفرق. رغم انا واخا نسمع الهضره واخا نسمع الكلام رادي صافي، ولفت معاهم داك السيستم، هما كيهضروا وانا ما كنسمعش. كي درتي تختاريتي انك تكوني شيفوره ديال هوندا وكيفاش تفيقي في الصباح وكيدرتي اختاريتي هذا؟ بالنسبه كيفاش اختاريتها، منين شنقول لك؟ النهار اللي حصلت وشفت راسي بانني ما بقيت لاقيه حتى مجال نخدم فيه، جات كورونا جميع المجالات تسدوا، بقى مجال واحد اللي خدام وهو الخضره. يعني الناس ولات الحاجه اللي كتوكل هي اللي كتخدم اكثر من الشركات، ما بقاوش خدامين، وقفوا شحال من حاجه وقفات. الحاجه اللي خدامه هي الهوندا ترانسبور، الخضره ومواد الغذائيه. هنا فكرتي باش انك تشري هوندا؟ هنا فكرت في انني ناخذ هوندا باش انا نخرج نخدم، يعني هي الوحيده اللي ما كانتش حابسه في ايام كورونا. تما فكرت انني ندير الهوندا وراني اول نهار باش دخلتي للسوق تعاملوا معاك الناس، وقلتي لي بان مجموعه ديال الرجال تيبغيو يهزوا السلعه ملي تيلقاوك مرات يقول لك لا ما زديهاش للدار. عاودي لي اختي ايمان هاد النقطه بالضبط. شحال دابا المشكل ديال الدراري مالي الهوندات اللي كاينين معايا في السوق، ملي كيشوفوا شي واحد جاي عندي شارجي معايا تيقول له كتمشي عند امراه، يعني بالغرض انك كتمشي عند امراه ماشي باش تدير لك سلعه، فكره اخرى. نعم بالفكره ديالهم هما كيف ما تيقولوا، يعني في التفكير ديالهم. لقيت مشاكل ديال نهار اللي دخلت بعد الهوندا تيقولوا راه لاباس عليها مدخله جوج هوندات مدخله، حيت دخلت انا ودخالتي قد انتما غير كريدي باش شارينا. انا راه جاني انا مع كريدي لان انا دخلتي. تيقولوا راه لاباس عليها، راه عندها الهوندات، راه هذه راه ما محتاجاش الخدمه، راه ما محتاجاش هذه، ما نجيب شي كليان تيجي ويحيدوا ليا، دابزوا معايا، سبوني، عايروني، بزاف ديال هذا. ولكن رغم ذلك تغلبت على داكشي كامل معاهم تدرت بلاصتي، ولا دابا اللي يجي يهضر معايا يضرب لي 100 حساب. قلتي ما لقيتي مشكل ليا من الاولى مع الازواج ديال بعض الكليان، ديال لدرجه ان واحد الزوجه ديال واحد السيد تهجمات عليا، ظنات بان ما تجيش مع راجلي. وانت خدامه على الكتاف كاين؟ انا خدامه، شو انا تنقولها وكنعترف انا خدامه، وهذا المجال ولفت وجاني يعني مرتاحه فيه. هي الحاجة الوحيدة اللي وصلنا لها دابا ديال ليسانس منين غلا الظروف ولات قاصحة. دابا قصحت بزاف، يعني كنبقاو نديرو في نفس الحلقة ديالنا البريك ولا حتى حاجة ما تزاد، باقيين كنمشيو بنفس الأثمنة اللي كنا كنمشيو بها قبل. ليسانس دابا تقريبا نقول راه 20 درهم، راه ما بقاش الفرق. ملي كتمشي دير 100 درهم كدير لك 5 لتر، يعني 5 لتر نقول حسب 20 درهم لتر، باقي البريك كيمشي ب 100 درهم عندنا. وشي خطرة دابا شفت شحال من كيلومتر اللي جيتي دابا تهزي هاد الحولي؟ راك شي شحال من كيلومتر، يعني 100 درهم راه مشات. شحال طلبوا لك؟ وانا درت 100 درهم دابا نيت. هي اللي جبت جايبه الفياج. ما مسلكش. لا. مخلصه هاد الهوندا مخلصه؟ لا مازال ما مخلصاش، باقا في الكريدي. يلا عندها عامين، كنخلص 38 الف في الشهر. إلا ما خلصتيهاش؟ يديوها. غادي يديوها؟ غايديوها بطبيعة الحال. الأمنية ديالك أختي.
الأمنية ديالي أنا محتاجة نخدم، أنا كنطلب من الناس، من النساء، دابا جميع النساء غتشوفني، جميع أنا تشوف مرأة غادا خدامة، راه خدامة، لا بغات تلتجأ لذاك الظروف غتلتجأ ليها بدون ما غادير ترونسبور تخدم فيه. نعم. يعني كاينة طرق أخرى باش توصل. أنا مادام جاية مع راجلك وتايقول هوندا، إلا وجاية نخدم بدراعي، راكي كتجي وكتشوفيني أنني كنهز الصندوق الراسي وكنزلو، ما كتشوفيش أنا شي حد آخر اللي كيجي ينزل ليا السلعة. يعني حكمي على نفسك كيف ما تحكمي على نفسك، حكمي عليا حتى انا. انا باغا نخدم، وكنتمنى من جميع الناس المساعده ديالي في الخدمه، انا تنطلب غير الناس يخلوني نخدم. نفسك حكمي عليا حتى انا. انا باغا نخدم، وكنتمنى من جميع الناس المساعده ديالي في الخدمه، انا تنطلب غير الناس يخلوني نخدم. النساء ديالنا المغربيات كاينين شي صنف قاصح، ديما عنده سوء النية، ديما عنده سوء النية في الإنسان. وانت علاش التمرة كلها على وليدك اللي راه؟ التمرة كلها على الولد ديالي، على ولدك. خاصني نربيه، خاصني ندير ليه المستقبل ديالو. كنفكر أنا ربما أنني كنت خدامة في شركات، صافي منين حبست خاص داك الدري المستقبل ديالو، باقي صغير، يعني يلا نبدا نوجد ليه المستقبل، حتى لا كبر يلقى واحد الحاجة، حتى لا مثلا تنقول، حيت جميع الاحتمالات كنحطوها قدامنا، ربما ما يقراش، ربما ما عندوش فكرة القراية، عنده فكرة بغا يخدم، عنده فكرة ديال هادي، اللهم ندير ليه واحد المشروع منين كبر يلقى فاش يخدم. ديك الساعة أنا شربت أنا يهزني. أنت قلتي لي لافوبيا اللي في كل خلعة هي عندك البنك ديال الهوندا. أه بالأخص دابا شحال هادي ما كانش عندي هاد التخوف، كنت واخا ما نخدمش حتى بسيمانة كنفدي، إلا جا غير نهار كيفدي لك سيمانة كاملة. دابا لا، دابا يقدروا يديوها، دابا في اي لحظة، في اي لحظة، حيت العواشر هذه اللي مول فيها كنصوروا فيها كاع الفلوس ما كاينش، ما كاين والو، ما كاينش. شنو النداء اللي بغيت تقولي للساكنة تسلا والكليان ديالك؟ لا لا، شنو لك النداء اللي غادي نقول لهم؟ انني كنتمنى من اي واحد، انا واخا ولو امرأة قادة نخدم، قادة نشارجي، قادة ننزل الصندوق نشارجيه، الحولي نشارجيه، البقرة نشارجيه، اي حاجة نشارجيها، قادة انني نهز، قادة انني نحط. يعني ما يحقرش المرأة يقول المرأة ما قداش. رسالتك لبعض النساء اللي التجؤوا للعالم الأزرق أو لمنصات اليوتيوب وتيحاولوا باش أنهم يخلوا بالأعراف والحياة تاع المغربيات، اللي أنا فخور بك أختي. أنت أنا نجيك بصراحة، رغم ذلك أنا ما كنتفرجش في داكشي الصراحة ديال، يعني ما عمرني تفرجت في دوك، شحال من واحد تيبقى يقول لي السمية ديال شي وحدة ديال روتينيوم، أنا ما كنعرفهمش. وكنتمنى ان بشحال من وحده، لا المطلقه ولا الارمله ولا المزوجه، راه في يديها تخدم وفي يديها دير شحال من حاجه. اي الظروف ديالها قاصحه وصعيبه انك باش توصل، ولكن اللهم صعيبه وحلال ولا سهله وحرام. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى هذه الامنيه ديالك انك تخلص لك داك الكريدي ديال، نشوفوا اما تكون شي شركه اولا شي محسن اولا شي واحد اللي بغى يعطيك قدوه علاش وتعاونوا على الزمان، اللي انا قلت لي خايفه بزاف، والناس ديال الحي شي عيطوا لك؟ قلت لي كيعيطوا كيقولوا لخوتي الاخ ديالكم مول هوندا، مول هوندا، مول هوندا الولد ديالي، يعني فخور بيا قدام، حيت كلشي تيقول لامك ما كي راه ماماك تضرب تمر عليك، راه ماماك تدير هذه، مني من عيالات للرجال. فخوره التاريخ يخلي لوليدك هذا. اش غادي ندير انا سدي درت الهرم من راق سديت عليه وكثيري تجرب، حيتاش ربما يجي قدامي نضربو غادي ضروري خصني نوقف. في السوق بشحال من واحد انه تيجي بالعاني باش يكري الهوندا غير انه باش يحاول يتبسل عليك تتعيشي هذا؟ هي صراحه ما عشاش بزاف هذه، حيتاش تقريبا الناس اللي خدمت معاهم كلهم من طرف ذاك الانسان اللي ذاك السيد اللي قلت لك ذاك الحمال اللي في المارشي هذاك كيعطيه واحد الاحترام كبير، حيت هو معقول. يعني بالنسبه للكليان ديالهم اللي كنهزهم ونديهم ما كنلقاش منهم التحرش نهائيا، كنوصل للكليان كيحسبوني كاخت ديالهم كام ديالهم، كاينين دراري باقيين صغار كاينين رجال كبار، كاين اللي كيحسبني بحال بنته. الصراحه ديال الله قليل فاش كطيح في شي واحد اللي كيمشي معك وكيتبسل عليك. قلتي لي بان الكورتيه مساكنوا الحماله ضامنوا معك ملي شافوك؟ كيعاونوني، كيعاونوني وكيعاونوني بزاف، ومن هذا المنبر شكرا لعبد الملك والاخ مصطفى، تيحاولوا يحميوك بحال اختهم، كيساعدوني بحال الاخت ديالهم، بحال يعني بحال الاخت ديالهم. يجي شي كليان يصيفطو يقول لي راه بحالها بحال الراجل، راه هي كتنزل سلعات، هي كتشارجي سلعات، هي كتعاون، يعني شنو نقول لك، كنتمنى من الله يسخر لهم. ايمان درتي حادثه سير قالوا لي خايبه بزاف. اه نهار لك حل حاودي لي هذاك النهار شنو نقول لك، المهم الحمد لله ربي كتب عمرك جديد. ذاك النهار كنت مسارجيه وغادا جا واحد من الشيافر ديال شركه ديال مكامر ديال النفايات،
كان ديك الساعه الطريق ديال دوليس كتصايب كلها فيها الحفاري، يعني كاين غير واحد السباس صغير فين غادي تمشي. هو جا دوبل ديك اللحظه اللي دوبل جاي كاميو قدامه هرب رجع عندي انا، رجع عندي زيرني غنطيح، الا هربت غنطيح هكا يعني غتمشي ليا الهوندا في الحفره غطيح، ما غادي نجمع لا انا لا السيد اللي معايا لا سلعه. هربت من الحفره رجعت عاود رجعت لسلق البارشوك مع الكاميو عنده سبيده ديال اللور الهوندا تقلبات. واو وكريدي وكريدي ما وقفش لي ضرب في ثلاثه ديال الملايين بس صلحتها وهي بالكريدي ديك ثلاثه الملايين كذلك بكريدي لان لا صورانت باقا تابع المحكمه. هرب من الكاميو اللي ضربك؟ هرب ما وقفش قال البوليس ما شتهاش رغم انا بيكال انا طاحت انا غادي تسمعها معسك هوندا بالسلعه ديالها. شدوه في الاخر واحد السيد الله يجازيه بالخير هو اللي تبعو جاب لي النمره ديال الماتريكيل ديالو وهو اللي مشى عند البوليس وشهد بان داك السيد ضربني ومشى دابا بقى في المحكمه. شكرا لاله ايمان شكرا فخور بك وتنتمنى لك حتى انت ان شاء الله تفوقي وخاصه كما قلتي البنكة والله يحسن العوان تقرروا الرجال بقاو غير عيالات. تحيه لكم كان معكم خوكم حميد العقاوي مع الاخت ايمان اول تجربه ديال سائقه ديال هوندا في سلاه.